اخواني واخواتي، اسعد الله اوقاتكم كل خير. معاكم اخوكم فايس بريزنت محمد عيد من دوله الامارات العربيه المتحده، 38 سنه، الحمد لله 17 سنه خبره في مجال الدايركت سيلينج والاي كوميرس. الحمد لله الصناعه هذه اللي كانت السبب الرئيسي في تغيير حياتي جذريا من انسان عادي لانسان غير عادي. الحمد لله انسان حققت كثير من احلامي، كثير من طموحاتي، وكثير من الاشياء اللي كل شاب عربي بيطمح لها. وهي طبعا فرصة كبيرة لكل واحد موجود معانا اليوم أنه فعلا يبدأ يحلم من جديد ويبدأ يفكر في أحلامه وفي طموحاته وكيف ممكن يبني مستقبله كبناء حقيقي وشيء فعلا يبنيه يكون له فائدة له لجميع أفراد أسرته إن شاء الله في المستقبل. طبعا شباب، كل واحد فيكم وقته ثمين، وأكيد أنا كمان وقتي ثمين. فشباب اليوم عشان نستفيد من النص ساعة اللي راح نكون فيها مع بعض، بتمنى من كل واحد موجود معانا اليوم انه يا ريت تخلي موبايلك على السايلنت، عندك اي حاجه شغلاك، اي حاجه راح تشغل تفكيرك من التركيز معاي في النص ساعه هاي، يا ريت تبعد عن اي حاجه تشوشك. رقم واحد. رقم اثنين، يا ريت يكون عندك دفتر قلم وتسجل كل اسئلتك، كل محاضرات، كل تعليقاتك، كل الاشياء اللي مش واضحه عندك. ان شاء الله بعد نهايه المحاضره راح اجاوبكم على كل اسئلتكم وكل استفساراتكم. نقول بسم الله ونتوكل على بركه الله. طبعا شباب، اليوم احنا راح نتكلم على مشروع اللي هو من أكبر المشاريع في التجارة الإلكترونية وفي العالم، واحدة من الأجزاء اللي موجودة في التجارة الإلكترونية اللي هي التسوق عن طريق الإنترنت. كيف أنا وياك اليوم ممكن نستفيد من هذه الصناعة الضخمة اللي العوائد تبعتها بمليارات الدولارات مثل ما راح نشوف مع بعض الحين. طبعا هذه شباب بعض الإحصائيات العالمية، تمام؟ هذه الإحصائيات مش من عندي، من موقع اسمه إي ماركتر، بيقول لك أنه في نهاية سنة 2018 راح يكون معدل تسوق الناس أونلاين في العالم تتجاوز 2 تريليون دولار وشوي. شباب، السؤال اللي يطرح نفسه طبعا كل واحد فينا اليوم بيتمنى لو ياخذ جزء بسيط جدا من هذه العملات أو من هذه الأرباح الجبارة. طيب خلينا شباب مع بعض نسألكم سؤال. كل واحد فينا اليوم متعود في حياته أنه يكون في عندك فواتير بشكل مستمر في حياتك، تمام؟ فواتير الاتصالات، فواتير الكهرباء، فواتير المي، فواتير المواصلات، أوكي؟ فواتير المدارس، الأشياء اللي احنا متعودين عليها ندفعها كفواتير في حياتنا. طيب، هل شباب كل واحد فيكم سأل نفسه هذا السؤال؟ هل أنت فكرت ليش لا أنه يكون في عندك دخل مستمر مثل ما هو في عندك مصاريف مستمرة على الفواتير اللي انت قاعد تدفعها كل شهر في حياتك او كل يوم او كل اسبوع في حياتك؟ ليش لا ما يكون في عندك دخل مستمر حقيقي؟ علشان هيك شباب اليوم احنا راح نعطيكم فرصة، هذه الفرصة فعلا من خلالها ممكن يكون لك دخل ومستمر وحقيقي. تعالوا نشوف مع بعض كيف. راح اسألكم شباب في البداية السؤال. كل واحد فينا اكيد بيعرف مجموعة من العائلات حواليه، هذول العائلات بشكل طبيعي أكيد بيعملوا شوبينج، إن كان إلكترونيات، إن كان ملابس، قطع غيار سيارات، ممكن إكسسوارات، ممكن عطور، ممكن أشياء للمنزل، ممكن يكون سفر، ممكن يكون أكل إلى آخره، تمام؟ هذا كله في النهاية اسمه تسوق، صح؟ اسمه شوبينج. والإنسان ما دام عايش فأكيد لازم يتسوق، هذا شيء طبيعي. طيب ممتاز. السؤال اللي راح أسأله لكل واحد فيكم شباب اليوم، شو رأيك اليوم لو أعرض عليك فكرة أو مشروع هذه الفكرة من خلالها أنك ممكن تحصل لغاية 30% من توفير الناس هاي، من العائلات هاي؟ تخيل الناس عايشة حياتها الطبيعية وبتعمل شوبينج وبتشتري الأشياء اللي هم عاوزينها، وإنت ممكن اليوم نعرض عليك فرصة أنك تأخذ لغاية 30% من التوفير تبع التسوق تبع الناس هذول. كيف؟ ركز معاي وراح تعرف كيف. طبعا هذا مش لمرة، هذا مدى الحياة. كيف؟ خليك معاي وراح تعرف أكيد كيف. طيب في البداية شباب خلونا نتعرف على الشركة العملاقة اللي احنا بنشتغل معاها واللي بننتمي لها كلنا. الشركة اللي بتعامل معاها اسمها دوبلي. الشركة هاي بدأت في سنة 2003 في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الشركة شباب عندها أكثر من 7 مقرات حول العالم، من ضمنها عندنا في البرازيل، وعندنا في سنغافورة، وعندنا في اليابان، وعندنا في الهند، وعندنا في دبي، وعندنا في ألمانيا، وطبعا أكيد عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الشركة شباب شركة مسجلة في الناسداك، تمام؟
الناس داك اكبر بورصه الاوراق الماليه في العالم. مين موجود في الناس داك؟ مثل ابل، مايكروسوفت، ياهو، جوجل، اكبر الشركات في العالم. فاليوم انت قاعد تتعامل مع شركه من الاي ليفل مش من الزي ليفل، هذه رقم واحد. رقم اثنين، لما تكون انت في الناس داك معناتها انه انت مراقب من فيدرال تريد كوميشن، اكبر هيئه لحمايه حقوق المستهلكين في العالم. طيب هذه الشركه مين وراها؟ صاحب الشركه شخص اسمه مايكل هانسن، هذا الشخص دنماركي عنده خبره في هالمجال اكثر من 20 سنه. اليوم اللي قرر فيه انه يفتح شركه دوبلي ويبدا شركه دوبلي، قال لك انا اليوم عندي الخبره الكافيه ولكن محتاج ناس يكونوا معاي عندهم خبره اقوى مني واكثر مني عشان دوبلي تكون واحده من اقوى الشركات في العالم. لهذا السبب جاب هالمجموعه من الناس معاه كبورد اوف دايركتورز، كاعضاء مجلس اداره او كناس شغالين في الشركه. هذول الناس عندهم خبره كبيره في هذا المجال وعندهم نجاحات كبيره في هذا المجال. طيب بعد هالمجموعه ما اتحدت مع بعض، شو اللي صار؟ لو كل واحد فينا اليوم حيروح على جوجل او على اليوتيوب حيكتب اومنتو او دوبلي، حتلاقي عشرات قنوات التلفزيون العالميه اللي بتتكلم عن نجاحات الشركه هاي عالميا مش فقط محليا. طيب اليوم شباب راح نتكلم على اول جزء من المحاضره التعريفيه لشركه دوبلي العالميه، راح نتكلم على جزئين مختلفين. راح نتكلم في الجزء الاول على جزء التسوق والتوفير اللي كل واحد فيكم اليوم ممكن يستفيد من هاي الطفره الالكترونيه والعالميه، وكيف كل واحد فيكم اليوم ممكن يوفر لغايه 30% من التسوق الطبيعي تبعه، رقم واحد. رقم اثنين، راح نتكلم كيف كل واحد فيكم اليوم من وقت فراغه ممكن يبدا مشروعه الخاص، تمام، في وقت فراغه يبدا مشروع عالمي وهو في بيته. طيب خلينا نرجع للقسم الاول. القسم الاول كيف كل واحد فينا اليوم ممكن يتسوق بالاشياء اللي هو متعود يشتريها ويوفر لغايه 30% من التسوق تبعه عن طريق موقع doobly.com اللي هو اكبر موقع في العالم للاسترداد المالي. طبعا هذا الموقع تحت مظلته حاليا في عندنا اكثر من 13,000 متجر عالمي وعلامه تجاريه. طبعا مثل ما ذكرت الكاش باك او الاسترداد المالي تبعك وصل لاكثر من 30%. والحاجه الجميله والرائعه انه اليوم عندنا اكثر من مليار منتج وخدمه مختلفه، وطبعا عندنا كوبونات وعندنا خصومات مختلفه طبعا راح نعرضها عليكم بعد شوي. طيب الحين طبعا شباب هاي بعض الماركات العالميه اللي كلكم واغلبكم اكيد سمع عنها وشافها او تعامل فيها، وفي مجموعه ما تعاملت فيها وما عرفتها او ما استخدمتها من قبل. مش غلط الانسان يتعلم كل يوم حاجه جديده في حياته. طيب تعالوا نشوف الفكره كيف تشتغل بشكل بسيط. اول حاجه doobly.com طبعا حتاخذ رقم المعرف من الشخص اللي عرفك على هالمحاضره او عزمك عليها، تمام، حتحط الرقم تبعه، حتحط الايميل باسورد تبعه، حتروح على الموقع اللي انت حاب تشتري منه او الماركه اللي حاب تشتري منها. طبعا بعد ما تشتري الماركه تبعتك او المنتج تبعك او السلعه تبعتك توصلك لغايه باب البيت، تمام، راح تحصل على نسبه من المبلغ اللي دفعته، وهذا بسموه استرداد مالي او كاش باك. طيب الحين تعالوا نشوف كيف انت اليوم ممكن تسجل وتكون عضو كمتسوق في شركه دوبلي العالميه اللي هو كمتسوق. كيف ممكن تكون معنا متسوق؟ عندك خيارين. الخيار الاول ممكن تسجل معنا مجانا بدون ما تدفع ولا دولار، وراح توفر وتعيش حياتك بشكل طبيعي من كل الاشياء اللي انت حاب تشتريها وتوفر منها من اشيائك الطبيعيه اللي انت متعود عليها. هذه الخطه الاولى. طيب الخطه الثانيه، ممكن تشترك معنا كعضو في اي بي. شو ميزه العضويه الفي اي بي او الخدمه اللي بتسوق لها شركه دوبلي العالميه واللي حصريا موجود فقط عند دوبلي العالميه؟ شو هاي الخدمه؟ الخدمه هاي اوكي، شو المزايا تبعتها؟ المزايا تبعتها انك دائما راح تاخذ 2% كاش باك استرداد مالي اكثر من الباقه المجانيه، تمام، هذه رقم واحد. رقم اثنين، هذه الباقه طيب كم قيمتها؟ قيمتها هاي الباقه 49 دولار في السنه، راح تدفعها مره واحده 49 دولار في السنه، تمام. اول ميزه راح تاخذ 2% كاش باك اكثر من العضويه المجانيه، تمام. رقم اثنين، راح تاخذ اكسس او دخول لحاجه اسمها الفي اي بي لاونج او صاله الفي اي بي. هاي ميزتها انه حيكون عندك اكسس او دخول لاكثر من 65,000 فندق عالمي، تمام، في جميع دول العالم او اغلب دول العالم، تمام. طبعا هذه الفنادق ثلاث نجوم، اربع نجوم، خمس نجوم الى اخره. الميزه الحلوه انه في عندك طبعا العضويه هاي راح تعطيك اكسس على كل الفنادق هاي، وفي عندك خصومات توصل لغايه 60%، وفوقها في عندك 6% كاش باك. والحاجه الاجمل انه الكاش باك او الاسترداد المالي تبعك
في خلال 45 يوم بيكون افيلبل في الاكاونت تبعك او متوفر في الاكاونت تبعك. طيب الحين برضو في عندك خاصيه كمان جميله، في عندك اكسس ودخول لاكبر الماركات العالميه اللي اغلب الناس الحين يعني مهووسين فيها وبيحبوها وبيدوروا عليها. طبعا اغلب الماركات العالميه موجوده عندنا، وطبعا راح تاخذ عليها نسبه كاش باك طبعا عاليه جدا. الحين برضو سؤال جوهري، كثير من الناس بيجي بيحكي لي طب يا اخي انا مثلا اليوم نسيت ادخل على موقع دوبلي.com واعمل الشوبينج تبعي، تمام، هل حيروح الكاش باك تبعي؟ اليوم شركه دوبلي عشان تحل التحدي البسيط هذا لاغلب الناس، في عندك برنامج صغير اسمه سيف ميت، راح تنزله على اللابتوب تبعك او على البي سي تبعك، تمام، مجرد ما نزلته وحطيت الايميل باسورد تبعك انت صرت فعال، حتروح حتعمل الشوبينج تبعك بشكل طبيعي على بابا جوجل. في بابا جوجل هنا راح تكتب الخيارات او الاشياء اللي انت محتاج تدور عليها واي منتج انت عاوزه، تمام، هنا مجرد ما كتبت اي سلعه اي منتج انت عاوزه راح يطلع لك عن طريق السيف ميد، اوكي، وين راح تلاقيه، في اي متجر، وين الكاش باك، كم راح تحصل نسبه الكاش باك تبعك مثل ما هو واضح قدامنا، تمام، وراح يعطيك خيارات عديده وانت تختار الخيار اللي انت بدك اياه. كل مطلوب منك فقط انك تو اكتيفيت تعمل كليك على الكاش باك تبعك، وانت دائما ان شاء الله راح تحصل على الكاش باك تبعك اللي انت بتستحقه. طيب بالاضافه لذلك انه في عندك برضه صاله ومكان خاص في الكوبونات اللي موجوده وحصريا لزباين دوبلي العالمية. طبعا الكاش باك تبعك او الاسترداد المالي تبعك شباب راح دائما تحصل عليه طبعا بعد كل الخصومات اللي انت متعود عليها والكوبونات هاي، يعني الكاش باك تبعك راح تاخذه بعد كل الخصومات والكوبونات زائد المزايا اللي انت طبيعي متعود عليها، تمام. طيب بالاضافه لذلك انت اليوم لو سوقت او سجلت اي شخص كفي اي بي، اوكي، من خلال الرابط تبعك، كل شخص بتسجله كفي اي بي اللي هو حيدفع 49 دولار في السنه مقابل كل الخدمات هاي اللي ذكرناها، انت راح تاخذ 10 دولار كهديه من الشركه، ممكن تسجل عدد غير محدود من الزبائن الفي اي بي. طيب اليوم انت عشان متسوق متميز، الشركه بتقول لك لو وصل الكاش باك تبعك في الشهر ل 15 دولار، السيفنج التوفير تبعك وصل لغايه 15 دولار، الكاش باك تبعك وصل ل 15 دولار، الشركه هديه من عندها راح تعطيك 10 دولار كهديه اضافيه من عندها، وهذه الخدمه ممكن تسويها كل شهر ما عندك اي مشكله، تمام. طيب بالاضافه لهذا كله الشركه اليوم قدمت لنا عرض خاص ورائع جدا. شو هذا شو الخصم الرائع وشو هذا الاكسس اللي راح ناخذه احنا كزباين في دوبلي؟ طبعا واحده من اقوى الشركات لسنه 2016 و2017 و2018 في شرق اسيا والشرق الاوسط، طبعا حصلت موقع اسمه تريب اكس او، اخذ احسن موقع للرحلات والترفيه في الشرق الاوسط وفي اسيا بالكامل. طبعا هذا الموقع عمل تعاقد مع زباين دوبلي ومع شركه دوبلي واعطتنا خصم يوصل لغايه 25%، تخيل معي اليوم تاخذ خصومات توصل لغايه 25% لاغلب المتاحف واغلب الوجهات السياحيه والترفيهيه في العالم، تمام. طيب انا اليوم كمتسوق في اي بي ممكن اشتري؟ طبعا انت كفي اي بي بتحصل عليه 10 دولار لمده سنه كامله. طب المجاني ممكن يشتري؟ برضو المجاني ممكن يشتري وبياخذ مقابل 15 دولار في السنه بالكامل. طبعا هذا انت راح تستفيد منه وجميع افراد الاسره عندك. طيب الحين شباب مثل ما ذكرنا كل الخدمات اللي ذكرناها كمتسوق في اي بي، كم قيمه الفي اي بي؟ قيمته 49 دولار في السنه، يعني يا بلاش ولا شيء مقابل كل الخدمات اللي ذكرناها في السابق. طيب الحين عرفنا شو الخدمه اللي بتقدمها شركه دوبلي. انت الحين تسوقت اخذت طبعا حصلت على الكاش باك تبعك، كيف راح تاخذه؟ عن طريق تحوله على الباي بال او عن طريق البيتكوين، في اكثر من طريقه انك انت تحصل فيها على الكاش باك تبعك، او تحوله على البنك تبعك عن طريق الفيزا، في اكثر من طريقه تستفيد وتاخذ الكاش باك تبعك، طبعا استرداد مالي حقيقي، تمام شباب. طيب الحين عرفنا كيف احنا قاعدين نعمل تسوق في حياتنا الطبيعيه ونوفر على نفسنا ونوفر على جميع الاسر والعوائل اللي حوالينا. الحين تعالوا مع بعض نعرف كيف كل واحد فيكم اليوم ممكن يكون وكيل لشركه دوبلي ويبدا المشروع الخاص فيه هو، ويكون عنده بزنس حقيقي ممكن يمارسه في جميع انحاء العالم. طبعا في عندنا نوعين من الوكاله، في عندنا وكاله صغيره وفي عندنا وكاله كبيره. اول حاجه عشان تكون وكيل لشركه دوبلي مطلوب منك تشتري الرخصه التجاريه. طيب اشتريت رخصه تجاريه، كم قيمتها؟ الرخصه التجاريه قيمتها 99 دولار في السنه، تمام. طبعا 99 دولار تدفعها اول سنه، عفوا اول سنه تدفع 99 دولار، وكل سنه راح تجدد
الاشتراك تبعك او الرخصه تبعتك راح تجدده $39 فقط، ما عندك اي رسوم ثانيه تدفعها. طيب الحين انت دفعت $99 اول سنه، اخذت رخصه تجاريه عشان تكون وكيل حصري لشركه دوبلي وممكن تمارس البزنس هذا في اي مكان في العالم. طيب انت الحين اخذت الرخصه، الشركه بتقول لك اليوم انا ما بدي الناس اللي يكونوا ممثلين ممثلين لشركه دوبلي، ما بدي اياهم يكونوا ناس عاديين، بدي اياهم يكونوا ناس محترفين. طيب شو عملت الشركه؟ الشركه اليوم تعاقدت مع ثاني اكبر شركه طبعا تنميه بشريه في امريكا اللي هي توم بيج آل، واحد من اكثر المدربين التنميه البشريه في العالم، عنده اكثر من 29 كتاب في التنميه البشريه بيتكلم عن الليدرشيب ترينينج، كوميونيكيشن سكيلز، ماركتنج، سيلز، اشياء كثيره راح انت فعليا وشخصيا راح تستفيد منها في حياتك الشخصيه وحياتك العمليه. تمام، توم بيج آل في عنده كورسات اونلاين في الاكاديميه تبعته، الكورس الواحد لو حابب انت تشتريه راح يكلفك تقريبا حوالي $700. الشركه اليوم راح تقدم لك مع الرخصه اربع كورسات مجانا، قيمه الكورس الواحد $700، يعني الاربع كورسات تقريبا قيمتهم حوالي $2,800 غير $99. فالشركه قدمت لك الكورسات هاي مجانا عشان فعلا تكون انسان محترف، وراح تاخذ سيرتيفيكيت عليهم، شهاده عليهم بعد ما تخلص الامتحانات الموجوده في الموقع عندك. طيب الحين عشان انت تكون وكيل مفعل، شو المطلوب منك؟ المطلوب منك انك تاخذ البضاعه او السيرفيس اللي بتقدمها دوبلي اللي هي الفي اي بي ممبرشيب اللي قيمته $49 في السنه. انت كوكيل صغير المطلوب منك تاخذ 12 باقه في اي بي اللي هو $49. طيب 12 باقه في اي بي، تمام، ال 49 الواحد هي تقريبا حوالي $600 زائد $99 كرخصه، هي $700 زائد الاربع كورسات اللي قيمتهم $2,800. لو حسبنا كل المزايا هاي راح تتجاوز قيمتها $3,000 وشويه، ولكن الحاجه الحلوه شركه دوبلي قدمت لنا هذا العرض بالكامل ولمده سنه كامله بدون اي رسوم اضافيه، قيمته $600 فقط. تمام، طيب الحين هذه الباقه الصغيره، نيجي نتكلم شباب عن ميزه الباقه الكبيره للناس اللي عندها طموح عالي وحابه تشتغل في هالبزنس بشكل احترافي. تعال نشوف شو الميزه الثانيه. الباقه الكبيره راح تاخذ كل المزايا اللي ذكرتها بالسابق، نفس المزايا، ولكن هنا اليوم راح يكون عندك اكسس ودخول، وراح يكون عندك اكثر من 60 قسيمه في اي بي. 60 قسيمه في اي بي، طيب شو معنى هالكلام؟ حيكون عندك 60 في اي بي تحت الاكونت تبعك. تخيل معاي القيمه اللي راح تستفيد منها في هذه الباقه، هاي رقم واحد. 60 باقه في اي بي لو ضربناها في $99 هذه لوحدها احنا تجاوزنا الحين $3,000 اصلا. تمام، هذول لوحدهم. طيب غير هيك عندك اكسس وعندك دخول انك ممكن اليوم تسجل معاك شركات وبنوك وشركات عالميه، تمام، وجمعيات خيريه الى اخره. كيف؟ طبعا شباب كل الشركات العالميه بتتمنى يكون في عندها برنامج ولاء للزباين اللي عندها. اليوم من خلال هذه الباقه انت راح تساهم انك تساعد الشركات والبنوك والمؤسسات الخيريه انك راح تبني لهم برنامج ولاء، وهذا برنامج الولاء الشركات هاي او البنوك راح يستفيدوا لغايه 30% من كل الداتابيز، من كل الزباين تبعتهم، كل ما يعملوا عمليه تسوق ويوفروا من مشترياتهم الطبيعيه من اي حاجه هم محتاجينها طبعا في المليار منتج وخدمه اللي موجودين عندنا. طبعا هذه فائده كبيره للشركات والمؤسسات العالميه. طب انت اليوم شو راح تستفيد من هذا الكلام؟ انت راح تاخذ لغايه برضه 27.5% من كل التوفير اللي راح يسووه الزباين تبع المؤسسات والشركات والبنوك هذول، فهم راح يستفيدوا كمؤسسات او بنوك عالميه، انت كمان راح تستفيد، والشخص اللي جاب هذا البنك او هاي المؤسسه برضه راح يستفيد، والزبائن كمان برضه راح تستفيد. طبعا هذه الشباب الباقه اللي راح نتكلم عن مزايا تبعتها بشكل تفصيلي عاوز لي على الاقل يومين عشان اخلص كل المزايا تبعتها. فبشكل طبيعي وبشكل بسيط راح اقول لكم هذه الباقه بكل المزايا تبعتها راح تشتغل مع شركات، مع افراد او مع شركات بيور، انت حر. تمام، هذه الباقه لو جينا حسبنا كل المزايا تبعتها راح تتعدى ال $5,000، ولكن اليوم راح تاخذها ب $2,500 فقط. طيب الحين شباب نيجي نتكلم على موضوع الشركات، كيف ممكن الشركات تستفيد من هذا الموضوع. راح ياخذوا موقع dubli.com بالكامل، يشيلوا اللوجو تبعهم ويحطوا اللوجو تبعهم هم، وراح يستفيدوا من برنامج ولاء لكل الداتابيز اللي عندهم وكل الزباين اللي عندهم، وراح يكون لهم عائد مادي يوصل لغايه 30% من كل الكاش باك اللي راح يعملوه الزباين تبعينهم مدى الحياه. طيب انت طبعا لا اشتركت في الباقه الصغيره، الباقه الكبيره راح تاخذ كل الوسائل اللي راح تساعدك انك تكون فعلا
انسان محترف في هذه الصناعه. طيب اخذنا كل التولز اللي بتساعدنا نكون محترفين، تعالوا نتكلم على خطط الدخل اللي موجوده عند شركه دوبلي. والحين شباب عاوزكم تركزوا معي في العشر دقائق القادمه، لان هالعشر دقائق اللي فعلا راح تغير مستوى تفكيرك لانسان فعلا بطريقه مختلفه تماما. الشركه شباب راح تقدم لك ثمن طرق دخل مختلفه، والحاجه الاجمل انه احنا راح نشتغل على طريقتين دخل، والست المداخيل الاخرى راح تشتغل لوحدها اوتوماتيك. تعالوا نشوف اول وسيله دخل شو هي. اول وسيله دخل، انت اليوم مجرد ما اشتغل في الباقه الصغيره ب $600 او الباقه الكبيره ب $2500، تمام، راح يطلع لك هذا الرابط على سبيل المثال. هذا الرابط تبعك راح تبدا تعمل له اشهار. وين راح تعمل له اشهار؟ على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، جميع مواقع التواصل الاجتماعي راح تبدا تنشر هذا الرابط تبعك. حيبدوا الناس يسجلوا معك، ممكن الناس يسجلوا معك مجانا او في اي بي او باقه صغيره او باقه كبيره او شركات او بنوك كوكتيل، تمام. نفرض في اسوء الاحتمالات اغلب الناس يسجلوا معك، سجلوا معك مجانا، تمام. طيب هذول الزبائن شو راح يعملوا؟ هذول الزبائن راح يعيشوا حياتهم الطبيعيه ويتسوقوا ويشتروا الاشياء اللي هم محتاجينها من المتاجر اللي هم متعودين عليها، وراح ياخذوا استرداد مالي كاش باك، راح يوفروا من مشترياتهم الطبيعيه، فهم فرحانين ومبسوطين. طيب انت شو راح تستفيد؟ انت راح تاخذ من 20 ل 30% من كل البيسك كاش باك تبع الزباين هدول. شو ما راح يعملوا توفير مدى الحياه. هذه الخطه الاولى. طيب نيجي شباب نتكلم عن الخطه الثانيه. شو الخطه الثانيه؟ احنا تكلمنا انه في عندنا نوعين من الوكاله، في عندنا وكيل صغير ووكيل كبير. طبعا انت اليوم لو سجلت معاك مشتركين كوكلاء، معاك بارتنرز، شركاء معاك في باقه صغيره او في الباقه الكبيره، مجرد ما سجلت اي شريك معاك في الباقه الصغيره انت راح تاخذ $45 في نفس الوقت. هاي بونص لك، هديه لك من الشركه، تمام. طب لو سجلت معاك اي شخص في الباقه الكبيره اللي هو ب $2500 انت راح تاخذ $225 في نفس الوقت، عموله انت تستحقها. ممكن تسجل معاك 1 5 10 عدد غير محدود من الشركاء والوكلاء اللي راح يكونوا معك، تمام. طيب الشركه شباب اليوم عامله عرض خاص. شو هذا العرض؟ الشركه بتقول لك اليوم لو انت سجلت 3 اشخاص، تمام، كشركاء معك، لو فرضا سجلت 2 في باقه صغيره وواحد في باقه كبيره، انت المفروض تاخذ 45 زائد 225 زائد 45، على 3 اشخاص المفروض تستلم $315 من الشركه. ولكن الشركه اليوم بتقول لك عشانك انت انسان مميز وانسان نشيط وسجلت 3 اشخاص في اقل من شهر لتاريخ تسجيلك اول شخص، يعني لو سجلت اول واحد في تاريخ 5 الشهر، الثاني 10 الشهر، الثالث في 15 الشهر، عشان سجلت الثالث في اقل من شهر لتاريخ تسجيلك اول واحد، الشركه راح تقول لك انا راح اكافئك وراح ادفع لك العموله تبعتك اكثر من الضعف. ليش؟ لانك انسان مجتهد. فشو اللي راح تحصل عليه؟ راح تاخذ ال 45 اللي انت بتستحقها وفوقها 50، 225 زائد 250، 45 زائد 50، في المجموع هنا كم؟ 350. ولكن لانه شركه دوبلي كريمه وانت بتستاهل، الشركه راح تعطيك $665 على الثلاث مبيعات او الثلاث شركاء هدول فقط. طيب هتيجي تسالني هتقول لي هاي ممكن اعملها فقط مره واحده؟ ممكن تعملها عدد غير محدود في كل شهر، رقم 1 و2 و3 دوره، 4 5 6 دوره ثانيه، 7 8 9 دوره ثالثه، وهكذا. ممكن تعمل عدد غير محدود من الدورات هاي. طيب نيجي نتكلم على الخطه الثالثه. شو الخطه الثالثه؟ اليوم انت هنا، تمام، انت اليوم عشان تبدا في هاي الخطه المطلوب منك انك تسجل معاك 2 من الشركاء معاك، واحد يكون شريكك الايمن واحد شريكك الايسر، واحد ممكن يكون مثلا معاك في الباقه صغيره وواحد باقه كبيره، او 2 باقه صغيره 2 باقه كبيره، او 1 صغيره وواحد كبيره، ما عندك مشكله، تمام. طيب الحين صار عندك واحد على اليمين وواحد على اليسار. لو على سبيل المثال سجلت واحد غير العمولات اللي استلمتها، تمام، هذا الشخص، تمام، طبعا هيعطيك نوع معين من النقاط. طيب هذا خليني اشرح لك اياها بشكل بسيط. كل ما يكون عندك واحد باقه صغيره على اليمين مقابل واحد باقه صغيره على اليسار راح تاخذ غير اللي اخذته $40. طيب لو كان عندك واحد باقه كبيره على اليمين مقابل واحد كبيره على اليسار راح تاخذ $220. مين اللي بيحدد؟ انت اللي بتحدد الناس اللي بيسجلوا معاك ونوعيه الثقافه اللي راح تبداها مع الفريق اللي معاك، تمام. بشكل بسيط، كل واحد باقه صغيره على اليمين مقابل واحد باقه صغيره على اليسار $40، واحد باقه كبيره على اليمين واحد باقه كبيره على اليسار $220. هذه الخطه الوحيده اللي لها شباب سقف، السقف تبعها في الاسبوع الماكسيمم تعمل $50,000 في الاسبوع على الموقع تبعك، تمام. طبعا هنا راح تستفيد على مجهودك الشخصي ومجهود فريق العمل تبعك بالكامل ومجهود فريق العمل اللي عندك على اليسار بالكامل، تمام. ولكن ما تنسى انه السقف تبعك
في الأسبوع 50,000 دولار على الخطة هذه فقط. طيب نيجي نتكلم على الخطة الخامسة اللي هي الرتب. الشركة شباب اليوم بتقدم لنا رتب مختلفة، وكل ما زدت في الرتبة كل ما زاد المدخول تبعك. كيف راح تعلي الرتبة تبعتك؟ إن شاء الله في ورش العمل اللي بقدم لكم إياها فريق الدايمونز راح تعرفوها بالكامل وراح تتعلموها بالكامل. طيب نيجي نتكلم على الخطة اللي هي تعتبر السادسة. الخطة السادسة الشباب الشركة بتقول لك غير كل العمولات اللي استلمتها، الشركة بتقول لك الناس اللي أنت راح يسجلوا معاك كشركاء مباشرين، فرضا سجلت معاك 10 شركاء مباشرين، هذول العشر شركاء المباشرين سجلوا عن طريق الاي دي تبعك، تمام؟ راح تاخذ 10% من العمولات تبعتهم من خطة العمل يمين يسار بدون ما ينقص دخلهم ولا دولار واحد. يعني نعطي مثال بسيط، لو فرضا سجلت 10 اشخاص والعشر اشخاص هذول كل واحد فيهم العمولة تبعته، تمام، من بناء الفريق كل اسبوع فرضا 1,000 دولار، انت حتاخذ 10% من كل واحد منهم، يعني 10 اشخاص 10% يعني حتاخذ من واحد كل واحد 100 دولار في 10 اشخاص حتاخذ 1000 دولار في الاسبوع على مجهود فريق العمل تبعك المباشرين. طيب هتقول لي بس فريق العمل المباشرين؟ هقول لك لا، الخطه السابعه شو هي؟ الخطه السابعه راح تستفيد على المباشرين وعلى فريق العمل تبعهم، وراح تاخذ عليه من 5-10% لاربع اجيال. شو الاجيال؟ راح نتكلم عليها كمان في ورشه العمل بالتفصيل، كيف راح تستفيد من فريق العمل تبع فريقك بالكامل لاربع اجيال، وحتاخذ عليهم من 5-10%. طبعا هذا مدخول جدا عملاق وكبير. نيجي نتكلم على الخطه الاخيره الثامنه. شو هي هاي شباب؟ الخطه الثامنه، الحين كثير من الناس حيجي يسالني حيقولوا طيب اليوم انا لو فرضا بنيت فريق عمل، لو اليمين عندي اشتغل واليسار اشتغل المفروض تاخذ عمولات، تمام؟ طب لو فرضا طرف اشتغل والطرف الثاني ما اشتغل، في جميع شركات النتورك ماركتينج في العالم انت ما راح تاخذ على العموله، ولكن معانا في دوبلي برضه حتاخذ على العموله. لو طرف عندك شغال والطرف الثاني واقف برضه حتاخذ عموله. من الخطه اللي الحين ذكرت لكم اياها من الناس المباشرين اللي عندك حتاخذ 10% طبعا من مدخول الناس المباشرين، من 5-10% من فريق العمل تبعهم حتى لو كانوا على طرف واحد. طيب الخطه الاخيره شو هي؟ تخيل معاي شباب اليوم لو عندك الطرفين بعد فتره كمان توقفوا برضه حتاخذ عمولات، كم؟ من 5-27.5% حسب الرتبه تبعتك من كل البيسك كاش باك اللي بيصير في كل اورجانيزيشن تبعتك. كل ما علت الرتبه كل ما زاد المدخول تبعك من البيسك كاش باك تبع كل الناس اللي بيعملوا عمليات تسوق في كل الشبكه تبعتك. طبعا شباب هذه خطه التقاعد اللي احنا بنتكلم عنها، لانه ما في انسان في الدنيا راح يتوقف عن عمليه الشوبينج والتسوق الا بعيد الشر عنكم جميعا لما يتوفاه الله، تمام؟ طبعا شباب هذه خطه التقاعد الحقيقيه اللي احنا بنتكلم عنها، وطبعا الناس كل ما دامها هي قاعده تعمل شوبينج وتسوق وبتوفر عمرها ما راح توفر، عمرها ما راح تتوقف انها تعمل تسوق طبعا بشكل يومي بشكل اسبوعي بشكل شهري. الحين شباب نيجي نتكلم على السؤال الجوهري اللي كلكم طبعا بيدور في اذهانكم الحين، كيف كل واحد فيكم اليوم ممكن يرجع راس ماله اللي راح يبدا فيه في هذا المشروع؟ لو كان كوكيل ودفع 600 دولار او 2,500 دولار، كيف ارجع راس مالي؟ عندك اربع طرق ترجع فيها راس مالك، تعال نشوف الطرق هاي واحده واحده. وراح افترض افتراضي انه كل الناس راح يدخلوا معك لا سمح الله كلهم راح يدخلوا معك في الباقه الصغيره اللي هي ب 600 دولار بس، تمام؟ خلينا نشوف الاحتماليات الاربعه. اول احتماليه حيكون عندك 12 في اي بي، صح؟ في الباقه الصغيره. ال 12 في اي بي لو انت بعتهم انت رجعت راس المال اللي دفعته، هذه الطريقه الاولى. نيجي نشوف الطريقه الثانيه، لو انت اليوم في خلال شهرين من اشتراكك سجلت معك مثلا 6 مشتركين وكلهم في الباقات الصغيره، وكل واحد مثل ما ذكرنا حتاخذ عليه 45 دولار زائد 50 دولار، فكل واحد كم حتاخذ عليه انت؟ 95 دولار، ممتاز. 95 ضرب 6 زائد الثلاثه على اليمين مقابل ثلاثه على اليسار، كل واحد بواحد 40 دولار، فعندك هنا كمان كم؟ 120 دولار، كم المجموع؟ 690 دولار. فهنا الخطه الثانيه او الطريقه الثانيه ممكن ترجع اكثر من المبلغ برضو اللي دفعته. طيب نيجي نشوف الطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه شباب لو بعت 6 في اي بي في سنه كامله، تمام، وسجلت معك 3 اشخاص في شهر من الاشهر، تمام، برضو حتكون رجعت راس المال اللي دفعته. لو لا سمح الله لا الطريقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه مشوا معك وكنت في نتكلم في اسوء الاحتمالات، الخطه الرابعه والاخيره لو ال 12 في اي بي اللي عندك رحت وزعتهم على ناس حواليك انت بتعرفهم بيعملوا عمليات تسوق،
تمام، علمتهم شو قوه الفي اي بي ممبرشيب وشو الفائده تبعته، واعطيتهم الفي اي بي مجانا يا عمي، تمام، اعطيتهم اياه في اي بي فري، حاجه قيمتها 49 دولار اعطيته اياها فري مجانا، وقعدت معه 10 دقائق ربع ساعه علمته شو قوه التسوق عن طريق دوبلي وكيف ممكن يوفر من كل الاشياء اللي هو محتاجها في حياته. هذول الناس راح يبدوا يعملوا تسوق يوفروا من مشترياتهم الطبيعيه وراح يوفروا من 20-30%، وطبعا انت راح تستفيد على كل التسوق تبعهم من 5-27.5% حسب الرانك تبعك، وراح تستفيد من 20-30% من البيسك كاش باك تبعهم، وطبعا راح تستفيد على كل الناس اللي راح يجيبوهم طبعا ويعملوا عمليات تسوق مدى الحياه. وهذه خطه تقاعد حقيقيه، وفي أسوأ الاحتمالات برضو راح ترجع راس مالك من تسوق الناس اللي انت اعطيتهم الفي اي بي هديه وعلمتهم شو قوه الفي اي بي وكيف ممكن يستخدموا ويوفروا من عمليات الشراء الطبيعيه تبعتهم. طيب الحين شباب انا تقريبا حاليا خلصت، بس في عندي حاجتين اساسيتين حاب اختم فيهم، لانه اي بزنس واي مشروع في الدنيا محتاج دراسه جدوى حقيقيه. تعالوا مع بعض نشوف شو دراسه الجدوى اللي راح نشتغل فيها مع بعض. راح اعمل دراسه جدوى لمده سنه، وراح اعمل دراسه جدوى كمان ثانيه لمده 3 سنوات، ونشوف شو ممكن نستفيد من هذا البزنس في الفتره الجايه مع بعض. شباب طبعا واحده من الخطط اللي تكلمنا عنها، تمام، انك انت عشان تكون مشترك وتبني فريق عمل على الاقل يكون معاك مشتركين، تمام، شخص على اليمين وشخص على اليسار. فرضا هذول الاثنين حيكونوا مثلا في اضعف الاحتمالات 600 دولار على اليمين 600 دولار على اليسار، دخل معاك في باقه صغيره، تمام. خلينا نتكلم في أسوأ الاحتمالات اليوم، تمام. طيب عشان تسجل معاك شريكين عمل ممكن تقعد يوم اثنين اسبوع اسبوعين، خلينا نتكلم في أسوأ الاحتمالات قعدت يا عمي شهر كامل عشان يبدوا معاك اول اثنين. ما راح نقول انك انت انسان سريع وخارق، نتكلم انسان عادي متوسط. هذا الانسان العادي والمتوسط قعد شهر كامل عشان يجيب اثنين، علمتهم ودربتهم كل الاشياء اللي انت تعلمتها، وهذول الاثنين كل واحد فيهم حيقعد في أسوأ الاحتمالات نقول شهر كامل عشان برضه يجيب اثنين، وحنمشي على نفس السيناريو لمده سنه كامله نشوف انت اليوم شو ممكن تحقق ارباح في خلال السنه هاي من هذه الخطه فقط، واحده من الثمان خطط هذه الخطه. تعالوا نشوف مع بعض. الشهر الاول واحد يمين واحد يسار، بعدين اثنين اثنين اربعة اربعة ثمانية ثمانية الى اخره. بعد سنه حيكون عندك مجموع الطرف على اليمين مجموع الطرف على اليسار 4095 مشترك، 4095 مشترك هنا برضه كمان، مجموع المشتركين 8190 شخص. هل هذول المشتركين اجوا لوحدهم؟ طبعا لا، هاي قوه الاستنساخ والتضاعف. طيب 8190 شخص، تمام، وعلى افتراضيه انه كل الناس دخلوا معاك كلهم في الباقه الصغيره، تمام، اللي ب 600 دولار. طيب هذول الناس من خطه واحده بس كم جابوا لك ارباح؟ حيكون دخل لك 184000 دولار في السنه الاولى. الحين طبعا الكل بيسال نفس السؤال، هل هذا الرقم حقيقي؟ طبعا شباب هذا الرقم كلغه رياضيات وحسابات حقيقي و100% صحيح، تمام. طيب هل كل الناس، ركزوا معي، هل كل الناس راح تحصل على هذا الرقم؟ طبعا لا. ليش؟ في ناس راح تاخذ 10 اضعاف هذا الرقم، في ناس راح تاخذ هذا الرقم، في ناس راح تاخذ نص هذا الرقم، في ناس راح تعمل زيرو ولا دولار. ليش؟ لكل مجتهد نصيب. لو شباب انتم اليوم مفكرين انه هذا باب الحظ، انك حتسجل وتحط راسك وتنام وما راح تعمل ولا شيء وراح تجي لك اضعاف هذا الرقم، رجاء رجاء خاص لا تسجل ولا تبدا معانا، لانه هذا البزنس مثله مثل اي بزنس ثاني في الدنيا، محتاج تتعلم صح تتدرب صح، لانه فعلا بيستحق وفعلا بيستاهل، لانه فعلا في نماذج كثيره بالالاف وبالملايين في العالم اللي حققوا احلامهم وطموحاتهم من وراء هذه الصناعه، ولكل مجتهد نصيب، ما ننسى هذا الشيء، تمام. هذه الخطه الاولى لمده سنه كامله. طيب في كثير من الناس بيقول لي طب يا عمي انا عاوز اعمل احتماليات لمده 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات لهذا المشروع، وين ممكن اوصل؟ ممتاز. الحين شباب هذا طبعا الافتراضيه اللي سويناها كافتراضيه، لو مشي معاك هذا السيستم 100%، طبعا 100% مش كل الناس راح يمشي معاها سيستم 100%، تمام. خلينا نفترض في أسوأ الاحتمالات كم ممكن يمشي معاك هذا السيستم؟ ممكن يمشي معاك 30% لو اشتغل معاك انت ممتاز، 20% لو اشتغل معاك ممتاز، 10% برضو كمان ممتاز. اليوم شباب انا راح اعمل معاكم دراسه جدوى لمده 3 سنوات، وفي افتراضيه نجاح لا 30% ولا 10% ولا 10% ولا حتى 5%، في نسبه نجاح 0.5%. يعني كل 1000 بني ادم حيدخلوا معاك 995 ما راح يعملوا شيء، وخمس اشخاص فقط هم اللي راح يشتغلوا. ركزوا معي نشوف هذول خمس اشخاص في 3 سنوات شو ممكن يكون عندك ارباح. تعالوا نشوف.
اول سنه حيكون عندك 21 مشترك على اليمين، 21 مشترك على اليسار اللي هم في الباقه الصغيره قاعد اتكلم فقط. طبعا لو تتكلم في الباقه الكبيره اضرب هذا الرقم في خمسة، تمام؟ طيب 21 شخص على اليمين، 21 شخص على اليسار، السنه الاولى انت حققت 945 دولار من هذه الخطه فقط، زائد ال 600 دولار اللي انت سويتها من بيع الفي اي بي، يعني اول سنه انت حققت فعليا 1500 دولار. ممتاز. نيجي نتكلم في الخطه هاي نفسها بس في السنه الثانيه. السنه الثانيه ما راح اتكلم في 0.5% ارباح، راح اتكلم في 0.25% اقل من السنه الاولى. السنه الثانيه حيكون عندك 441 شخص على اليمين، 441 شخص على اليسار، السنه الثانيه انت عملت تقريبا حوالي 19845 دولار. ممتاز. السنه الثالثه برضه حنعمل في 0.25%، كم حيكون عندك؟ حيكون عندك 9261 شخص على اليمين، نفس الكلام على اليسار، السنه الثالثه انت عملت 416000 دولار. السنه الثالثه فقط لو جمعنا شباب الثلاث سنوات انت سويت اكثر من 430000 دولار. مشو من 0.5% ومن 0.25% نجاح. هل هذا الكلام شباب حقيقي؟ حقيقي كلغه رياضيات 100%. نعيد ونكرر، هل كل الناس راح تسوي هاي الارقام؟ طبعا لا، في ناس حتسوي 10 اضعاف وفي ناس ما راح تسوي ولا دولار. لازم تتعلم صح، تتدرب صح، تستثمر وقتك صح، تتعلم كيف تستفيد من وقتك ومن علاقاتك ومن فريق العمل اللي راح يساعدك بشكل كبير، لأنه نجاحك من نجاح فريق العمل. آخر حاجة شباب راح أعطيكم إياها بشكل كبير وبشكل سريع، أن اليوم إحنا تكلمنا عن شركة عالمية بدأت في سنة 2003، عندها أكثر من مليار منتج وخدمة. إحنا بنقدم لكل الناس خدمة التوفير، وما في إنسان طبعا عاقل بيكره أنه يوفر. عندنا أكثر من مليار خدمة ومنتج مثل ما ذكرنا، وعندنا 8 خطط دخل مختلفة، وعندنا 3 مصادر دخل مختلفة، من التسوق، من بناء فريق العمل، أو تشتغل مع شركات محلية وعالمية. وهذا طبعا كل المحللين الاقتصاديين في العالم بقول لك عشان توصل للحرية المالية الحقيقية على الأقل في السلة تبعتك لازم يكون في عندك 3 مصادر دخل مختلفة، والحمد لله 3 مصادر دخل مختلفة موجودة عندنا اليوم في سلة واحدة وفي مشروع واحد هو مشروع دوبلي العالمية. طبعا بتمنى التوفيق شباب لكم جميعا. طبعا شكرا لوقتكم لما كنتوا معاي، شكرا لتركيزكم. طبعا شباب الشخص اللي عزمك على المحاضرة هاي شخص حب لك الخير، حب لك انك تكون معاه، تبنوا البزنس مع بعض، تكبروا مع بعض، تنجح مع بعض، وتحققوا كل احلامكم وطموحاتكم مع بعض. وطبعا هذا كله شباب يد الله مع الجماعة، وكلنا عارفين قوة التجارة الإلكترونية وشو ممكن كل واحد فيكم، الطاقة الكاملة الموجودة جواه كيف ممكن تستفيد منها، كيف ممكن تستفيد من علاقاتك ومعارفك، وكيف ممكن توفر على الناس من التسوق الحقيقي اللي قاعدين بيعملوه في حياتهم، وانت راح تستفيد استفادة كبيرة كل ما ساعدت الناس هذول. طبعا شباب كان معاكم اخوكم فايس بريزنت محمد عيد من دولة الامارات. طبعا الله يعطيكم الف عافية، وبتمنى من كل واحد فيكم انه وصلت الفكرة بشكل كامل، وبتمنى كل واحد فيكم يرجع للشخص اللي عزمه يشكره، يسألوا كل الأسئلة، كل الاستفسارات اللي عنده، وإن شاء الله عشان تحطوا الخطة مع بعض وتنجحوا وتعملوا كل الأشياء اللي أنتوا تتمنوها مع بعض، ونشوفكم دائما يا ربي على القمة. شكرا لكم مرة ثانية، وشوفكم دائما يا ربي في كل المحافل الدولية متألقين وناجحين وواصلين على القمة.